تجربش. ما 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 تجربش. 65% من اللي جربوا المخدرات حياتهم انتهت عند السجون او المصحات او الموت. ما تجربش المخدرات. 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة في برنامج ديتوكس. الاكتئاب. الاكتئاب هو مرض العصر. الأسبوع اللي قبل اللي فات اتكلمنا عن أسباب الاكتئاب وأعراضه وكيفية العلاج منه. الحقيقة إن الاكتئاب ممكن يؤدي للانتحار، وممكن يجعلك فريسة لأخطر ثلاث أمراض في العالم بعد الإيدز والسرطان، مرض الإدمان. ارتباط الاكتئاب بمرض الإدمان، إيه اللي بيجي الأول؟ البيضة الأول ولا الفرخ؟ النهاردة معنا الدكتور أحمد شرف الباز، استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك يا أستاذ عبد الرحمن. دكتور مهاب عبد الباقي، استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك. البيضة الأول ولا الفرخة يا باشا؟ هو ده سؤال فلسفي وسؤال عميق جدا. وللأسف إجابته صعبة خالص، لأنه هل إحنا هنتكلم في المطلق؟ في المطلق مفيش إجابة للقصة دي. طيب هنتكلم في الحالة، يعني لو هنتكلم في حاله معينه برضو اجابه السؤال ده ما تبقاش واضحه قوي. بمعنى ايه؟ بمعنى انا في شخص جالي النهارده مدمن ومكتئب، عايز اسال هو الاكتئاب جاله الاول ولا الادمان؟ دايما اجابه السؤال ده ما تبقاش سهله. طب لو انا عايز اسال بقى بشكل عام، هل هو مرض الادمان اللي بيجي الاول ولا مرض الاكتئاب اللي بيجي الاول؟ برضو الاجابه بتبقى صعبه خالص لسببين. اول سبب انه دايما العوامل بتبقى متداخله ما بينهم. ثالث سبب، تاني سبب، انه فكرة انه الامر شائع الحدوث جدا. يعني 40% من الناس اللي تعرضوا في بعض الدراسات تعرضوا لحالات اكتئابية كان في سوء استعمال للعقاقير في فترة من فترات حياتهم. هل هو سوء الاستعمال ده، هل هو ده نتيجة اكتئابهم؟ يعني هما الناس كانوا مكتئبين بيبحثوا عن حل للمرض ده بالمخدر او حاجه تحسن مزاجهم، ولا الموضوع ان هم شربوا مخدرات فالمخدرات عملت خلل في كيمياء الدماغ عندهم فاثرت عليه. وهنا بقى نرجع عشان نجاوب على السؤال، نشوف هو ايه مرض الادمان وهو ايه هو مرض الاكتئاب. هما الاثنين عندنا خلل في كيمياء الدماغ. عند الاكتئاب بيبقى فيه خلل في بعض النواقل العصبيه اللي مسؤولة عن الحالة المزاجية، زي خلل في السيروتونين، خلل في الدوبامين، خلل في الاندورفين، خلل في المواد دي وخلل في النسب ما بينهم، وده بيؤدي إلى مرض الاكتئاب. طيب مرض الإدمان هو برضو خلل في كيمياء الدماغ، وعادة بيبقى في منطقة كده اسمها الريورد سيستم، اللي هو المكان المسؤول عن تحقيق المكافآت المعنوية للمريض. بمعنى إيه ببساطة؟ يعني أي مريض بشكل عام هو النهاردة مخه بيكافئه لما بيعمل حاجة كويسة. أي إنسان يا باشا؟ أي إنسان. أي إنسان. صح مظبوط. أي إنسان مخه بيكافئه إن هو بيعمل حاجة كويسة، إن هو نجح في شغله، إن هو اتجوز، إن هو إن هو إن هو، فالمخ بيكافئه إن هو بيفرز المواد اللي تشعره بالسعادة، وهي حاجة اسمها الأفيونات الداخلية اللي هي الإندورفين. لما بيحصل خلل في الريورد سيستم ده وما بيشتغلش بشكل كويس، فبيبدأ المريض ده بيبحث عن حاجة تحسن من مزاجه، فبيبدأ يتعاطى مخدر معين وبيروح من مخدر لمخدر.
ده رقم واحد. يبقى الموضوع في النشأة الاثنين شبه بعض، بيجوا مع بعض. شبه بعض. طيب في النتائج بقى، النهارده مريض الادمان خد ماده لخبطت كيمياء مخه، فطبيعي جدا لو هو من عائله او جيناته تحمل استعداد وراثي لهذا المرض، فيبقى اكثر عرضه للمرض ده. تاني حاجه المشاكل الحياتيه اللي بتنتج نتيجه مرض الادمان، المشاكل الحياتية نتيجة مرض الإدمان، هو بيحصل تدهور في شغله، بيحصل تدهور في علاقاته الاجتماعية، بيحصل تدهور مادي، تدهور جسدي، فكل دي أصلا من عوامل أسباب الاكتئاب. إن أنا النهاردة لما يحصل لي مشاكل في شغلي، مشاكل في حياتي، مشاكل في صحتي، فطبيعي جدا إن أنا أكتئب. فهو البيضة قبل الفرخة ولا الفرخة قبل البيضة، سؤال إجابته في المطلق لا تعنينا، وبشكل خاص مش هي دي المحك. هو احنا هنعالج البيضة وهنعالج الفرخة، محتاجين نعالج ده ومحتاجين نعالج ده. وعشان أأكد المعلومة، انه لو معالجتش ده مش هيتعالج، ولو معالجتش ده مش هيتعالج. يعني المريض التشخيص المزدوج او اللي هو حصل له اضطراب نفسي نتيجة تعاطيه المواد المخدرة، لو معالجتش الحالة النفسية بتاعته بشكل جيد وبشكل متزن ومتوازي، ده بيؤدي انه يعني ايه نسبة انتكاسه، او انه ينتكس في الادمان فرصته اعلى بكتير. دكتور احمد البدز، هو يعني افهم من كلام دكتور مهاب ان ما يعني ممكن بعد تعافي من الادمان المدمن المتعافي يقع في مشكلة الاكتئاب ديت وتفضل معاه شوية؟ هو بشكل تفصيلي اكتر، هو اي مدمن هو دايما بيبقى عنده حاجه اسمها اعراض انسحاب جسديه، وبعدين بعد ما نخلص اعراض الانسحاب الجسديه دي اللي هي بتستمر فتره من اسبوع لحد شهر او شهر وشويه، بعد ما بيخلص اعراض الانسحاب الجسديه بندخل في اعراض انسحاب نفسيه. كويس. يعني هو مجرد ان هو تعاطى المخدرات فهو ده بيعرضه لمرض الاكتئاب المؤقت، حتى لو كان هو ما بيعانيش من مرض الاكتئاب من قبل كده. فهو اقتران مرض الادمان بالاكتئاب هو زي ما حضرتك قلت، هو بيضة وفرخة فعلا، هما الاثنين بيدخلوا في بعض وبيؤدوا الى بعض. وزي ما الدكتور مهاب قال، احنا دايما في الخطة العلاجية احنا بنعالج الاثنين، بنعالج المريض ككل اللي هو هيبقى فيه حتة الإدمان وهيبقى فيه حتة الاكتئاب. بيعدي في فترة التعافي بعد ما بتعافى بيعدي بمراحل فيها اكتئاب كتير؟ هل الطريقة مثلا أو الطريقة من العلاج دوت ممكن يؤدي الانتكاسة؟ يعني ممكن الاكتئاب يؤدي الانتكاسة من أول وجديد؟ ما هو ده بالظبط الكلام اللي الدكتور مهاب قاله. إحنا لو ما عالجناش مرض الاكتئاب هيؤدي في الاخر لانتكاسة على الادمان، يبقى احنا ما عملناش حاجة. عشان كده احنا لما بنيجي نتعامل مع المدمن دايما بنفضل ان هو يبقى موجود في اطار علاجي مقفول عليه. يعني يبقاش في البيت، ما يمارسش حياته الطبيعية. احنا دلوقتي بناخده بنعزله فترة لحد ما نكمل النقط اللي ناقصة عنده، وبعد كده نبقى نرده تاني للحياة. نرده تاني للحياة بالظبط، كأنه يعني معزول، كأنه كده عنده كورونا بقى الإطار، وبعد كده بنرجعه للحياة تاني. بالظبط كده. هو دكتور أحمد دلوقتي حتى بعد ودي فلسفة، خد بالك، هي دي فلسفة علاج الإدمان في العالم كله، اللي هي فلسفة العزل. أنت بتخرجه من المجتمع اللي هو عايش فيه، ما بيبقاش على تواصل خالص مع أهله ولا أصحابه ولا مكانه ولا جيرانه ولا أي حاجة. ليه؟ لفترة من الزمن، عشان هو في كل الأسباب المؤدية للمرض عنده هي كانت المجتمع ده، فاحنا بنفصله عن هذا المجتمع لحد ما نصلح شخصيته والعيوب اللي عنده، وبعد كده نرجعه تاني للمجتمع. احنا مش نعرف نغير المجتمع اوكي، بس احنا بنعرف نغير الشخصية، نعرف نغير العيوب بتاعت الشخصية. فبناخده ونعزله عن المجتمع اللي سبب له المشاكل دي، وبعدين نرده تاني لهذا المجتمع بعد ما بيبقى عنده زي ما تقول كده مناعة
ضد سواء بقى كان الإدمان أو الأمراض النفسية. دكتور مهاب، يعني الطريقة اللي احنا ممكن نعرف، ممكن الحلقة اللي قبل فات كنت بتكلم مع حضرتك الطريقة اللي ممكن أعرف ده أو أحدد ده مرض اكتئاب ولا دي مشكلة عادية طارئة ممكن تعدي وانت تضايق شوية، يعني ان الناس بقت بتقول كلمة الاكتئاب دي عادي عند المدمن نفسه، امتى اقول الشخص ده داخل في مرحلة اكتئاب وامتى اقول اللي هي دي مشكلة عادية طبيعية في الحياة هيعدي بيها ويتعافى، يعني هيعدي من المرحلة دي وهيبقى كويس؟ طيب هو مبدئيا احنا عشان نشخص اي مرض لازم اللي يشخصه طبيب، ما يبقاش احنا كحد عنده مشكله هو اللي يشخص نفسه، ده رقم واحد. رقم اتنين، في شويه خصائص كده او كرايتيريا او جايد لاينز بتقول لنا اذا توفرت هذه الشروط في المريض اذا هو عنده مرض الاكتئاب. رقم واحد المده، يعني مش واحد زعل يوم يومين نقول ان هو مكتئب، وخصوصا لو في حادث ما تعرض له، يعني كلنا بنزعل لحاجات بتحصل في حياتنا، مشاكل حياتية، أزمة مالية، أزمة في الشغل، طبيعي جدا وفاة حد ربنا يعني يحفظ أحبائنا جميعا، يعني أزمة بتمر بيها البلد بشكل عام، فكلنا يعني وارد ان احنا نعتل مزاجي، بس لو الاعتلال المزاجي ده ما كانش فترة مؤقتة وفترة طالت اكتر من اسبوعين فده كده لا، هنحط كده ايه هايلايت كده ونقول لا كده المدة طويلة. ده رقم واحد. رقم اتنين، انه هذه الحالة المزاجية اثرت على حياتنا، اثرت على ادائنا، ادائنا الاجتماعي، ادائنا الوظيفي، ادائنا حتى تركيزنا، يعني لها اثر على حياتنا. ده رقم اتنين، ده تاني هايلايت. تالت هايلايت انه الاعتلال المزاجي ده اصبح متكرر، اصبح يعني بقى ده الشائع، بقينا دايما يتقال لنا انه انت مالك، مزاجك مش حلو ليه، انت مبشر ليه، بدات تسمع الكومنتس دي او التعليقات دي من كل اللي حواليك، فانت تبدا تحط نقطه. رابع حاجه ان انت تكون شخص تعرضت لنوبه الاكتئاب قبل كده، يعني برضو دي من ضمن الهايلايتس اللي اتحطت كويس، او انت شخص اسأت استعمال عقاقير او وقعت في قصه الادمان قبل كده. فدول يعني انا مش عايز استفيد اكتر، بس دول خمس نقط. الخمس نقط دول اي نقطه فيهم توفرت شرط فيهم فده لا كده انا هبدا ابحث عن طريق اروح لطبيب مختص يقعد معايا، وعن طريق المقابله الاكلينيكيه وبعض الاختبارات النفسيه، يعني في اختبار مثلا نفسي اسمه بيك مثلا او ايفر، بنعمل شويه اسئله وكده زي سيرفي كده مع المريض نفسه، هو اللي بيجاوبها وبناء عليه بيبدا يقول يدي نفسه سكور، انا كذا، هل انا اكتئاب بسيط، هل انا اكتئاب متوسط، هل انا اكتئاب جسيم، ده مع الطبيب المختص او الاخصائي النفسي المختص. بس هرجع اكد انه الاساس في القصه انه هل انا عندي سابقه مع مرض الاكتئاب او سابقه مع مرض الادمان، هل انا كان عندي بيضه ولا كان عندك ولا كان عندي فرخه. لو عندي بيضه وعندي فرخه فانا ابدا لا انا كده انا عندي مشكله، فانا ابدا ابحث عن علاجها، ودايما المشاكل في الاول علاجها بيبقى اسهل بكتير، وخصوصا ان احنا بنتكلم عن مرض خطير زي ما انت وضحت في المقدمه، انه المرض ده هو المسؤول والمتهم الاول أول عن الانتحار. ده طب وانقاذ حياه بني ادم او المخاطره بحياه بني ادم هي اخطر حاجه ما ينفعش نهزر فيها. هو بقى السؤال ده انا عايز اساله لك، امتى الاكتئاب يؤدي للانتحار؟ طيب هو مبدئيا برضو زي ما اتكلمت على الاختبارات النفسيه لمريض الاكتئاب، في شوية اختبارات نفسية وأسئلة بتتعمل في المقابلة الإكلينيكية بتوضح الشخص ده الميول الانتحارية عنده ميول بسيطة ولا ميول متوسطة ولا ميول شديدة، بناء على سكور كده، على أرقام بتطلع بناء على أسئلة وأجوبة وتحليل نفسي بسيط كده بيتم مع المريض، بشوف هو عنده ميول الانتحارية راحة فين. كلنا ممكن يجي لنا شوية أفكار أن احنا زهقانين، حاجات بالشكل ده، بفكر في الموت بشكل معين، بس هل الفكرة وصلت لحد فين؟ ودايما بيتقال لي لما بنعمل الأسئلة دي بيتقال لي بس أنا عارف إن ده حرام، خد بالك كله منتحر، مفيش عقيدة في الدنيا
بتشجع انتحار. على الانتحار خالص. مفيش دين بي بي بيقول انه ممكن احنا نقتل نفسنا، وكل الناس عندها المعلومة دي، بس المرض بيصل مبلغه لدرجة ان هو ما يؤمن به او ما يعتقده بيمنحها جانبا، واللي بيبقى الظاهر جواه هو شخصيا معاناته وألمه واستعداده لفعل اي شيء للتخلص من هذا الألم الشديد القوي المميت. فاللي انا عايز اقوله انه باختبار نفسي بسيط، بمقابلة نفسية بسيطة مع طبيب او مختص بيقول لي او بيكتشف الميول الانتحارية دي واصلة فين، سواء ليا او سواء لحد من حبايبي من اللي انا قلقان عليهم، ويبدأ نحط الخطة العلاجية بناء على ده. وزي ما دكتور احمد اوضح انه العلاج يا اما علاج في البيت، يا اما احنا لو هو حد يعني في خطورة او ريسك اسسمنت لما بنعمل له اختبار خطورة، خطر على نفسه او على من هم حوله بقصة الانتحار، لانه ساعات عادة الانتحار ساعات ما بيبقاش انتحار احادي. يعني لما بنسمع عن الحوادث في التلفزيون او في الميديا بشكل عام، مش عارف فلان ضرب نفسه وضرب مش عارف مين وانتحر وحاجات كده، فممكن يبقى مش سويسايد بس، مش انتحار احادي، لا انا ممكن انهي حياتي وانهي حياه من وانهي حياه من احب، لان انا شايف ان احنا كلنا بنعاني. فالريسك اسسمنت لو عملنا اختبار الخطوره ولقينا انه الميول الانتحاريه قويه او في محاولات انتحاريه حقيقيه وفي خطر على نفسه او من هو على نفسه او على من هم حوله، في الحاله دي يبقى لابد من دخوله مستشفى والخضوع للعلاج الالزامي في الحاله دي. بنعمل ايه يا دكتور احمد لو جات لنا حاله زي اللي دكتور مهاب بيتكلم عنها، ان هو ممكن يموت ولاده ومراته ويقتل نفسه بعدها، يعني ممكن بنبدا نعمل ايه معاهم في المستشفى؟ طيب بس انا عايز بس اقول نقطه مهمه جدا، انه الانتحار لا ياتي فجاه، لا ياتي فجاه، هو دايما بيبقى عنده قبل ما يدخل في مرحله انه عايز ينتحر بيدخل في مراحل سابقه. يعني هو الاول بيتمنى الموت، بعد كده بيبدا يفكر في الموت كتير كل يوم، بعد كده بيبدا يحط خطه انه ازاي يتخلص من الحياه، بعد كده بتبقى الخطه دي اكيده وبيفكر فيها يعني بيشوف هيشنق نفسه ولا هيحرق نفسه. مشروع لان الموضوع انهاء حياه الانسان هي ده ضد فطرته. اوكي يعني انت دايما في عندنا نزعه فطريه للتمسك بالحياه. تخيل مثلا واحد بيغرق بيحاول يتخلص من المشكله دي عشان ينجو. فقبل ما بيسقط في فخ الانتحار هو بيعدي في مراحل يعني صعب جدا ان هي تغفل عن اللي حواليه، يعني لازم الناس تاخد بالها. يعني وده نداء احنا بنقوله للناس، يعني لما تلاقوا حد بيتدهور كده لازم تلحقوه عشان الموضوع ممكن يبقى مخاطرة بحياته. أوكي؟ ده حصل للشخص اللي رمى نفسه من فوق برج القاهرة. كان مش لاقي حد اتكلم معاه اصلا، وقال قبليها حاجات ونشر حاجات على الفيسبوك والكلام ده، كان كلها بتدل ان هو رايح في الاتجاه ده. فيعني هي ثقافة مجتمعية احنا بننادي بيها ان احنا نتحرك في اتجاه انه لما يبقى فيه كده يعني نطلب المساعدة، بس نطلب المساعدة. زي ما دكتور مهاب بيقول هو احنا في يعني قياس للخطورة او ريسك اسسمنت، بنشوف اذا كان هو واحد المريض ده معرض للانتحار، فبيبقى لازم ان هو يتحجز في المستشفى بشكل الزامي، حتى لو هو مش عايز يتحجز. كل المستشفيات النفسية بتخضع لشوية قوانين ومعايير بتخلي مثلا ان ما ينفعش يبقى فيه ادوات تصلح ان هو ينتحر بيها، ما ينفعش يبقى فيه ازاز، ما ينفعش يبقى فيه علقة مثلا حديد او ستانلس يعني او شوكة او كده، كل كوبات ورق او بلاستيك وهكذا.
مفيش مرايات مفيش مع لا ذلك جوه 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 مع ذلك هو بيخترع حاجات يعني انا شفنا كتير حاجات في مستشفيات انتحار يعني طرق كتير يعني ممكن يعمل بلاية بتاعته وينتحر جوه المستشفى بيحاول هو يعني هو اللي بيفكر في ده بيحاول بيحاول اللي هو ممكن ينتحر باي حاجه بيحاول كمان كمان من ضمن الاساليب المستخدمه في علاج المريض بهذه الشده ودي حاجه يمكن المشاهد ما يعرفش عنها كتير اللي هي جلسات الكهرباء احنا دايما بنسمع في يعني في الافلام والسينما من زمان يعني في زي وصمه كده عن جلسات العلاج بالكهرباء كانها تعذيب يعني او كده وهي ماده دراميه ظريفه يعني عشان كده في الميديا استخدموها كتير بس هي فعلا من الادوات المفيده جدا تقريبا ملهاش اعراض جانبيه فيهاش اي خطوره مفيش اصلا اي احساس بالالم لان المريض ساعه ما بياخد جلسه الكهرباء او لحظه الصعق بالكهرباء هو اصلا مش حاسس لان هو بيبقى تحت تخدير كامل الكلام ده برضو يعني احنا بنوجهه وبنؤكد عليه لتثقيف المجتمع ان ده حتى لما بيتعمل ودايما بيتعمل حتى بموافقه يعني لازم المريض يوافق على ان هو ياخد العلاج بالكهرباء او اهله يوافقوا ان هو ياخد العلاج ده فترة علاج مريض في مريض انتحار في مستشفى بتبقاش فترة طويلة بالمناسبة يعني هو مش بيتحجز بقى طول عمره ولا بيتحجز شهور او كده هو مجرد ان احنا بنعمل برضو القياس بتاع الريسك اسيسمنت او معامل الخطورة ده مرة والتانية مجرد ما بيوصل لسكور مناسب بيرجع يكمل حياته في المجتمع تاني يعني احنا مش بنفضل معالينه عشان هو بقى بيفكر في الانتحار فهنفضل نعالجه فترات طويلة لا هي الموضوع كله موضوع ماشي بخطوات وبتبقى بأسابيع يعني والأمور بترجع لمجراها الطبيعي دكتور مهاب عايز أسألك بس هو ايه ارتباط السايكو ثيرابي او جلسات السايكو ثيرابي واهميتها برضو مع الاكتئاب او حالات الاكتئاب يعني انا بشوف جلسات سايكو ثيرابي في كل حاجه دلوقتي اكل خوف حاجات كتير قوي هل الاكتئاب سايكو ثيرابي بيقوم بدور كويس لعلاجه طبعا يعني هو زي ما احنا اتكلمنا مع العلاج الدوائي ولا بعد العلاج الدوائي معلش هو حسب الحال حسب الحال بس هو دايما احنا بنفضل ان احنا نبدا بالدول ثيرابي الاثنين مع بعض نبدا بدواء مع سايكو ثيرابي لسببين اول سبب انه يعني السايكو ثيرابي عشان يجيب نتيجه بيبقى محتاج وقت شويه فانا مش هسيب المريض يعاني فتره من الزمن لا انا لازم اديله دواء يحسن من حالته المزاجيه ما سيبوش يعاني ده رقم واحد رقم اتنين انه عشان يبقى استجابته اكتر في السايكو ثيرابي يعني هو دايما مريض الاكتئاب هو مريض مش عايز يتكلم مش عايز يطلع اللي جواه عنده فقدان للشغف عنده انهيدونيا اللي هي فكره اللي هو مش فارقه وكله رايح ومفيش حاجه تحصل وحاجات مدمن بالظبط ده يعني الاثنين حاجه واحده يعني وجهين لعمله ده حقيقة يعني المهم فهو انه يبقى رقم واحد عشان اخف معاناته تخفيف سريع رقم اثنين ان هو يبقى اكثر تعاونا معايا في السايكو ثيرابي وده بيجيب نتائج اكتر في السايكو ثيرابي ثالث حاجه انه مريض الاكتئاب دايما ما بيجيليش اكتئاب بس بيبقى اكتئاب ومعاه حاجه اكتئاب وعنده مشاكل في النوم اكتئاب وعنده مشاكل في الاكل اكتئاب وعنده ميول انتحاريه اكتئاب وعنده اعراض ذهنيه اكتئاب وعنده قلق فعاده لما بيبقى بديله حاجه لتارجت الحاجه اللي هي عنده يعني اظبط له نومه اظبط له اكله اظبط له التوتر اهديه شويه عشان خاطر برضو ان نحقق نتائج كويسه فعشان نجيب نتائج كويسه عشان يساعدنا في السايكو ثيرابي عشان نشتغل على الكوموربيديتيز او الحاجات اللي بتيجي مع الاكتئاب في نقطه بس عايز ابروزها في كلام دكتور احمد لما دكتور احمد قال انه دايما المنتحر بيدينا اجراس انذار يا جماعه خدوا بالكم نداء يكتب على السوشيال ميديا ودي بتبقى صرخه استغاثه
يعني لما واحد يكتب انا عايز اموت او الحياه دي فيها كذا، هو ما بيبقاش بيقول كده، هو بيقول الحقوني. بس بحثا عن النجدة الغرقان اللي بيدور على حد ينقذه. بس في حاجه اسمها ماسك ديبريشن. ايه الماسك ديبريشن ده؟ هو الاكتئاب اللي لابس ماسك. الاكتئاب اللي بيضحك. بيضحك. ولو بصينا برضو على السوشيال ميديا هنلاقي مثلا صور للمنتحرين يوم انتحارهم. في بوست انتشر كده جاب كذا حد من المشاهير اللي انتحروا، روبن ويليامز يوم انتحروا، والضحكه يعني من الودن دي الودن دي والابتسامه و فساعات ساعات. هو في الاغلب زي ما دكتور احمد قال هو بيبعت لنا استغاثات واجراس انذار، بس في ساعات ما بتبقاش في اجراس انذار، وساعات احنا بنبقى باصين على الظاهر ومش داخلين جواه، مش واخدين بالنا من معاناته اللي حصل. انا سعيد بيكم جدا النهارده، وعايز بس منك دكتور مهاب ختام للحلقه، تحب تقول ايه للناس اللي يعني داخله في مشاكل، عندها مشاكل، او الجو بتاع كورونا، المشاكل الماديه، المشاكل النفسيه اللي بتحصل جوه البيوت، الناس قاعده في بيوتها، عايز رساله من حضرتك للناس توصل للناس في بيوتها. النهارده الاكتئاب او الادمان دول مرضين يمكن علاجهم ويمكن السيطره عليهم، بس لما بنحط راسنا في الرمل المشكله بتكبر. دايما بقول ان اي مشكله في بدايتها ممكن نحلها، لكن لما بنسيب المشكله تكبر ويبقى ليها مضاعفات ساعتها بيبقى الحل صعب، وبيبقى احنا مش قادرين نتحمل هذه النتائج. البحث عن العلاج السريع والتشخيص السريع هو افضل حاجه. شكرا، وانتظركم الاسبوع القادم باذن الله في برنامجكم ديتوكس. مع السلامه.